من القذائف، من القذائف والرصاص، ما بيجي علينا، ما بيجي علينا، ما احنا بيتنا بحد الحاجز، والحاجز طيروه راح ولدين، والحاجز الثاني كمان طيروه، وعم بتروح عالم كثير، وعم بتروح اولاد كثير، ضروري نضل قاعدين ونيجي احنا نقتل حالنا ونقتل اولادنا؟ ما بدنا اياها القعده، وما بدنا هذول المسلحين اللي عمالين بيقعدوا. Thank you.